السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الدرس الرابع نصوص بعنوان حياة جديدة لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. طبعا دكتور طه حسين برضو من مواليد المنيا زي الدكتور العماد أحمد فؤاد. هو اتولد 1889 واتولد طبعا كف مصر وصغير بسبب الجهل وكذا، وحفظ القرآن ودرس في الأزهر ودخل في الجامعة ودكتوراه وفرنسا والسربون وعمل الأدب العربي، ما شاء الله عليه، يعني له مكانة أدبية عظيمة. من أشهر كتب الأيام، وليه قصة جميلة اسمها دعاء الكروان، وليه البؤساء، وليه على هامش السيرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النص اللي معانا اسمه حياة جديدة، بيقول فيه ايه بقى؟ بيقول طبعا النص صفحة 116 كتاب، بيقول: نعم أرسل نفسي على سجيتها. يعني إيه سجيتها؟ يعني على طبيعتها، على فطرتها. نعم أرسل نفسي على سجيتها في هذا الحلم الرائع الجميل، الحلم الرائع الجميل، فأرى مصر وقد بذلت ما دعوتها إلى بذله. يعني مصر عملت اللي انا قلت لها عليه تعمله، اللي هو ايه؟ يعني تهتم بالثقافه، تهتم بنشر العلم، تهتم بالتعليم. طيب طبعا هو كان وزير للتربيه والتعليم فتره من الفترات، وزير المعارف في عهد الملك فاروق، وفي عهد الثوره، في عهد الملك عبد الناصر ايضا اختاروا وزير للتربيه والتعليم. يعني كان وزير في المرحلتين، في المرحله الملكيه وعند ايام الجمهوريه ايضا برضه ايه كان وزير للتربيه والتعليم. نعم أرسل نفسي على سجيتها، على طبيعتها، في هذا الحلم الرائع الجميل، فأرى مصر وقد بذلت. من اللي بذلت؟ مصر. استعارة مكنية طبعا، وقد بذلت اسلوب مؤكد بقد، وقد بذلت ما دعوتها إلى بذله من جهد في تعهد الاهتمام، يعني في تعهد ثقافتها بالعناية الخالصة والرعاية الصادقة. العناية الخالصة والرعاية الصادقة، الجملتين نفس المعنى تقريبا، فده اسمه اطناب بالترادف، وبينهم ازدواج، يعني ازدواج يعني الجملتين بنفس الوزن، والخالصة والصادقة تصريع سجع، الخالصة والصادقة سجع، في تعهد ثقافتها بالعناية الخالصة والرعاية الصادقة. وأرى مصر وقد ظفرت، ظفرت يعني فازت، وقد ظفرت بما وعدتها من الظفر به، فانجاب عنها الجهل. انجاب يعني انكشف، فانجاب عنها الجهل وأظلها العلم والمعرفة، وشملت الثقافة أهلها جميعا. طبعا كلمة جميعا أهلها عموم مشمول، وجميعا برضو عموم مشمول. فأخذ بحظه منها، يعني أخذ بحظه من الثقافة، الغني والفقير طباق، والقوي والضعيف طباق، والنابه والخامل طباق. النابه يعني النشيط أو صاحب الذكر الحسن، النابه والخامل، والناشئ ومن تقدمت به السن، يعني الصغير والكبير، دي كلها طباق. وتغلغلت لذاتها، وتغلغلت يعني دخلت وتعمقت، لذاتها جمالها ومتعتها، وتغلغلت لذاتها حتى بلغت أعماق النفوس، وانتشر نورها حتى أضاءت القصور والدور والأكواخ، وشاعت في مصر كلها حياة جديدة. شاعت يعني انتشرت حياة جديدة، وانبعث في مصر كلها نشاط جديد، وأصبحت مصر جنة الله في أرضه. تشبيه حقا، يسكنها قوم سعداء، لأن هم عندهم ثقافة وتعليم، يسكنها قوم سعداء
ولكنهم لا يؤثرون أنفسهم، يعني لا يفضلون أنفسهم بالسعادة والثقافة والعلم، وإنما يشركون غيرهم، يعني ينشر علمهم وثقافتهم إلى الدول العالم كلها. ده النص بتاعنا. طيب طبعا عميد الأدب العربي بيكلمنا في النص دوت، ويقول لنا أن يرسل الكاتب نفسه على طبيعتها في هذا الحلم الجميل الذي يتخيل فيه مصر وقد نالت حظا وافرا من الثقافة وأزاحت عنها كابوس الجهل، وأصبحت الثقافة تشمل الجميع، الغني والفقير والقوي والضعيف والنابي والخامل والصغير والكبير، بل أصبحت الثقافة نورا يضيء القصور والدور والأكواخ، ويجعل من مصر جنة الله في أرضه، لا تخص نفسها بالثقافة بل تنشرها في كل مكان ويسعد بها الجميع. من الصور الخيرية في النص بيقول لي ظفرت بها استعارة مكنية، صور مصر بإنسان يفوز ويصفر تشخيص، إنجاب عنها الجال استعارة مكنية، صور الجال بغطاء ينكشف تقسيم، أظلها العلم استعارة مكنية، صور العلم شجرة لها ظل سر جمال التقسيم، مصر جنة تشبيه بليغ، انتشر نورها استعارة مكنية، صور الثقافة بنور ينتشر، الألوان البديعية، القصور والدور عناية والرعاية ساجع، الغني والفقير والقوي والضعيف والنابي والخامل والناشئ ومتقدمات به السن والدور والأكواخ مطابقة توضيح الفكرة، العناية الخالصة، الرعاية الصادقة، جناس ناقص وإطناب بالترادف، إنما أسلوب مؤكد بإيه؟ بإنما أسلوب قصر بأداته إيه؟ إنما. طيب ده النص بتاعنا. من الأسئلة اللي فيه طبعا بيقول لي مثلا ما الذي يريده الكاتب من مصر؟ طبعا أكيد بيريد منها أن تنفق ما أراد لها أن تنفقه، أو تهتم أشد الاهتمام بالثقافة والعلم والتعليم. إيه الثمرة المرجوة لو عملت كده؟ طبعا هينتشر فيها العلم وينتشر فيها الثقافة، وبذلك هيسعد أهلها بالعلم والثقافة. سؤال تاني بيقول لي أظلها العلم، وضح الخير، قلنا استعارة مكنية. ظفرت وفنجابة، ما الفاء استعمال الفاء هنا؟ الفاء في السرعة. السؤال اللي بعد كده أو السؤال التاني بيقول لي كلمة سيجيا معناها طبيعة، جمع نفس نفوس وأنفس الأولى والتانية، كلمة الحلم معناها الرؤية، غير الحلم معناها الأناة، العناية الخالصة، الرعاية الصادقة، بينهما سجع، إلى أي شيء دعا الكاتب المصريين في الفقرة السابقة؟ طبعا دعاهم إلى أن هم ينفقوا ما يريدون أن ينفقوه علشان يقدر ينتشر العلم والثقافة في مصر كلها. برضو من ضمن الأسئلة اللي عندنا في الدرس، ما السبيل إلى تقدم مصر؟ السبيل يتتم بالعلم والثقافة والتعليم علشان مصر تكون دولة متقدمة في كل المجالات. برضو سؤال تاني، ظفر الناس ظفر في الجامعة دوت، أثر الثقافة كما فهمت تجعل مصر سعيدة وأهلها سعداء، انتشر نورها استعارة مكنية. دي الأسئلة اللي عندنا في الدرس بتاعنا، وإن شاء الله نكمل الدرس اللي بعده إن شاء الله دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.